الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. حل العراق في المرتبة 117 عالميا والحادية عشرة عربيا في مستوى ضعيف ضمن قائمة أغنى دول العالم العام الحالي 2021 من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحسب مجلة Global Finance الأمريكية. واعتمدت المجلة في تقريرها على حصة الفرد من الناتج الإجمالي في قائمة ضمت 192 دولة والمقصود بالقيمة السوقية لكل السلع والخدمات نهائية محلياً في الدولة، والذي يساعد في قياس مستوى معيشة الفرد. كما يعتبر المؤشر مقياسا لأداء الاقتصاد، فكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي زاد حجم الاقتصاد الكلي. قال مظهر صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الحكومة الحالية إن الإنفاق على تسديد الديون المستحقة سيتم عبر مصادر الإيراد السنوي الذي يشكل الإيراد النفطي 93% منه، لافتا إلى أن مبلغ الدين الخارجي حاليا يقدر ب 20 مليار دولار. هذا وحذر مختصون من تأثر دخول الموجة الرابعة من وباء كورونا إلى العراق، مشيرين إلى أن أي تفشي واسع سيضطر العراق لإغلاق قاس يدهور وضعه الاقتصادي الذي دخل في أزمة خانقة منذ عام 2020، وتعول الحكومة على أسعار النفط في العام المقبل لسداد جزء من ديونه وتلافي العجز في الموازنة فضلا عن إنجاز المشاريع المتلكئة. قال خبراء ومختصون أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سيبقى عند الرقم المتداول حاليا خلال العام المقبل، محذرين من محاولات رفع سعر الوقود وسعر أمبير الكهرباء. وأضاف الخبراء أن الموازنة العامة للعام المقبل لن ترى النور قبل تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستستغرق ولادتها ما يقارب 6 أشهر على الأقل من بعد المصادقة على نتائج الانتخابات. وبيّنوا أن الحكومة الحالية التي أعدت موازنة 2022 لم تضع أي مخططات لتخفيض السعر الصافي بعد الفوائد التي حققتها من رفعه نهاية العام الماضي، وبالتالي فإن السعر الصرف سيبقى على حاله من دون أي تغيير في موازنة العام المقبل. أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست تقريرا حول تكلفة المعيشة العالمية لعام 2021، حيث ضمت قائمة بأرخص 10 مدن في العالم من بينها 4 عواصم عربية. وبحسب التقرير تم تصنيف العاصمة السورية دمشق كأرخص مدينة للعيش في العالم، تلتها العاصمة الليبية طرابلس، بين محلة تونس العاصمة في المركز الرابع والجزائر بالمركز الثامن. ويستكشف مؤشر تكلفة المعيشة العالمي 173 مدينة في العالم تم تصنيفها على أساس الأحداث العالمية المؤثرة، إذ تهيمن المدن الأوروبية والآسيوية المتقدمة على المدن الأكثر تكلفة في العالم، بينما مدن أمريكا الشمالية والصين مثلا تصنف أسعارها بالمتوسطة. هذا وارتفعت أسعار النفط بعد أن رفعت السعودية أكبر مصدر للنفط أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر شباط المقبل 1.39 دولار ليصل إلى 71.30 دولار للبرميل الواحد. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر كانون الثاني المقبل 67.66 دولار للبرميل بارتفاع وصل إلى $1.42. ورفعت السعودية يوم الأحد أسعار البيع الرسمية لشهر كانون الثاني لجميع درجات الخام المباعة لآسيا والولايات المتحدة بما يصل إلى 80 سنتا عن الشهر السابق. إلى اللقاء.